خلينا نقول ان طبعا من الفئات المستثناه من كلام استاذ محمود ومن القرار هي الساده الصحفيين والساده الاعلاميين. خلينا ناخد مداخله من استاذنا الاستاذ كرم جبر رئيس الهيئه الوطنيه للصحافه. استاذ كرم صباح الورد. صباح النور. نطمن كده من حضرتك، انا عارف ان اكيد حصل تواصل كمان مع السيد اللواء وزير الداخليه بخصوص استثناء طبعا الزملاء من الصحفيين والاعلاميين، كان رد الفعل ايه؟ هي رد الفعل كانت إشارة بادرة طيبة من وزارة الداخلية أنها تستجيب للأخوة الصحفيين والإعلاميين وتسمح لهم بالمرور في وقت الحظر، لكن احنا برضو بنتمنى في نفس الوقت أن يتم استخدام هذا الحق في الغرض المخصص. صحيح. يعني ما يبقاش فرصة بقى للنزول في أوقات التجول، وان ده يكون في اوقات العمل الرسميه الضروريه بالفعل. يعني اللي نازل لازم يبقى يعني في موافقه من رئيس مجلس اداره او رئيس التحرير حتى لا يسيء استخدام هذا الحق، لان انا اخشى لو يسيء استخدام هذا الحق هيتم تقييده بالحصول على وثيقه اخرى مكتوبه تثبت انه كان بيستخدم هذا الترخيص لانه عنده عمل مكلف به. أنا عندي ثقة كبيرة إن الأخوة الصحفيين والإعلاميين هيساعدوا قوات الشرطة وقوات اللي متواجدة في الأماكن بإبراز الكرنيهات والتعاون معاهم، لأن دول بيأدوا مهمة قومية ومهمة وطنية في الحفاظ على أرواح الناس. طبعًا كان ضروري إن يسمح للصحفيين والإعلاميين، وفي مرات كثيرة حصل هذا الحق. يعني أنا عاصرت ده سنة 86 أثناء مظاهرات الأمن المركزي. وكان الصحفيين والاعلاميين الحقيقه بيتعاونوا مع اجهزه الجيش في ذلك الوقت تعاون كبير، وبيأدوا دورهم، لان احنا عارفين دور الصحافه ودور الاعلام في هذا الوقت بالذات دور مهم جدا لتوعيه الناس ولتحفيزهم ويشرحوا لهم المخاطر اللي بتترتب على عدم الالتزام بحظر التجوال. فانا اتمنى ان كصحفيين واعلاميين نستكمل دورنا ومهمتنا. ويمكن كان في اشاده من السيد الرئيس في الفتره الاخيره في الايام الاخيره بالدور اللي قام به الاعلام المصري، وكان دور مهم جدا. وانا بقول فعلا للناس اللي كانوا بيهاجموا الاعلام في فترات سابقه ان الاعلام له دور بيؤديه طبعا في وقت مناسب وبالوسائل المناسبه، وعمره ما تخاذل او تراجع عن اداء دوره الوطني والمهام القوميه اللي بيرى انه مفروض انه يتصدى ليها. طيب استاذ كرم، لو بنتكلم عن الاعلاميين والصحفيين بشكل عام، حضرتك طبعا تعلم بانه هناك مجموعه من الصحفيين الكلام اللي دار بانه من خلال كارنيه المؤسسه، سواء شغال في مؤسسه اعلاميه او يعني كارنيه النقابه فيما يتعلق بمجموعه من الصحفيين، حضرتك تعلم في انه في مجموعه من المؤسسات الصحفيه بها صحفيين غير مقيدين في جداول النقابة حتى الآن، مثلا عاملين ولكن لم يسجلوا حتى الآن في جداول النقابة. الوضع مع الزملاء في هذه الحالة هيكون إزاي؟ إحنا في فترة أزمة. صحيح. والأزمة بتقتضي أننا نطبق القرار بشدة وبحزم ودون استثناءات. وأنا علمت من نقيب الصحفيين بالاتصال بي أنه هيبقى الكارنيه 2020، يعني كارنيه جديد مش كارنيه بتاع السنوات السابقة، والنقابة مفتوحة النهاردة لاستخراج هذه الكرنيهات على الفور. فده قرار علينا أننا نلتزم به، وأعلم جيدا أن يوم الخميس ويوم الجمعة والسبت في إغلاق تام لجميع المحال التجارية. صحيح. والأماكن العامة. صحيح. ده هيؤدي بدرجة كبيرة جدا إلى عدم توزيع الصحف في اليومين دول. وبرضه تباحثنا يمكن مع الجهات المسؤوله فوجدنا ان هذا القرار غير قابل للاستثناء، يعني كانت في مطالب ان يسمح لبعض الصحف بالحركه بالتوزيع في اليومين دول. فالقرار غير قابل للاستثناء، لان لا نريد التوسع في الاستثناءات حتى عشان ده في الاخر ما يؤديش الى افساد الغرض الاساسي من هذا القرار وهو وقف حركه الناس. صحيح صحيح. طبعا تحدثنا مع الزملاء رؤساء مجالس الاداره جام كامل بالقرار، والتوزيع هيبقى في الاماكن المسموح لها بذلك، زي الاشتراكات، زي المحطات تموين السيارات، محطات البنزين. بعض الاكشاك، بعض السوبر ماركت، الاماكن اللي موجوده. علينا ان نتحمل لان احنا في خطر كبير وخطر رهيب جدا جدا، واذا لم يتم الالتزام بهذه القرارات هتبقى في قرارات اكثر صرامه طبعا اكيد.